الله أكبر الله
يوسف راه في مراكش شي ناس نعاود لك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وأزاح الظلمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. عباد الله، تعلمون أن الهدى هو هدى الله، وأن الدين هو الإسلام، وأن العلم هو القرآن، وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أيها المسلمون أن كلمة واحدة من وحي ربنا عز وجل أو حديثا من أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم تكفي المؤمن إذا أراد أن يتذكر وإذا أراد أن يتعظ وإذا أراد أن يعتبر. ومعنا أيها المسلمون هذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إخوة الإيمان والإسلام، سأقف معكم مع هذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلم أن يهتم بباطنه أكثر من اهتمامه بظاهره، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى أجسام العباد هل هي كبيرة أم صغيرة أو صحيحة أو سقيمة، ولا ينظر إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة. كل هذا ليس بشيء عند الله، وكذلك لا ينظر إلى الأجساد هل هي رفيعة أو ذميمة، ولا ينظر إلى الأموال ولا ينظر إلى شيء من هذا أبدا. فليس بين الله وبين خلقه صلة إلا بالتقوى، فمن كان لله أتقى كان من الله أكرم وكان عند الله أكرم. فلا تفتخر أيها المسلم الكريم بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا. والمراد من نظر من فيه هنا في هذا
سبحانه وتعالى بكل شيء بصير. فمحط العناية والمحبة والمثوبة من الله عز وجل هو قلوب العباد. وقد ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر القلوب وما فيها من أعمال، ثم ثنى بذكر ثمرة أعمال القلوب وهي أعمال الجوارح، فإنها تابعة لعمل القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأعظم وظيفة يقوم بها الإنسان في الدنيا هي أن يعتني بإصلاح قلبه وتزكية نفسه، وصلاحه يقوم بالمواظبة على الصلوات والأذكار والأعمال الصالحة. فالتفاضل بين الناس ليس بصورهم ولا أجسادهم، ولكن بما وقر في قلوبهم من إيمان بالله وإخلاص ويقين ومراقبة وحب وخشية لله. لذلك أيها المسلمون، ينبغي علينا أن نصلح أعمالنا ونياتنا، ولا نجعل همتنا متعلقة بالبدن والمال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل المرء ولا يقربه لحسن صورته وكثرة ماله. قال الله الكريم: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي يقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالمؤمن الحق هو الذي يهتم لإصلاح قلبه وسلامة قلبه، لأنه يعلم أن فلاحه ونجاحه وسعادته في الدنيا والآخرة متعلق بسلامة قلبه. قال الله الكريم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى ناظر إلى قلبه كما جاء في الحديث الشريف. فالاهتمام عباد الله بإصلاح القلوب أمر في غاية الأهمية، فإصلاح القلوب يترتب عليه صحة الأعمال وصحة التصرفات والسلوكيات. فكثير من التناقضات إنما تحدث من مخالفة الباطن للظاهر والظاهر للباطن. وهذا لا يعني أيها المسلمون أن الإسلام لا يعتني بالهندام، فإن جمال الأجساد والصور أمر مرغوب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكما أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوب العباد، فإنه ينظر أيضا إلى
التي يتقربون بها إلى الله، وينظر أيضا إلى تعاملهم فيما بينهم، ينظر إلى عبادتهم هل قاموا بها كما أمروا، هل قاموا بالحقوق التي أمروا بها، حق الوالدين وما يتعلق ببرهم والإحسان إليهم، حق الزوجة والأولاد من بنين وبنات، حق الجوار، حق الأقارب والأرحام، التعاون على البر والتقوى بين المسلمين، الأمانة في الوظيفة والتجارة، كف اللسان عن الغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ألا فاتقوا الله عباد الله، وكونوا ممن يصلحون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل يا رب من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعل راية الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانصر اللهم من استرعيت وأمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم أقر عينه بولي العدل ولاي الحسن، واحفظه اللهم في أسرته الشريفة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتهم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
والصلاة خير على البلاغ قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر صحف إبراهيم.